اسمع اسمع الطق اسمع الطق بعد طلق الحي اسمع الطلق الحي اسمع الطلق الحي اسمع الطلق الحي هذا انضرب هذا وقع هذا وقع كله سلشم هذا ترى سلشم هذا الاخ وقع هذا الاخ وقع هذا رمي شنو هذا الاخ وقع شباب صعد روح 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام لحلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة رافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تبعا إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا يستمر الحديث عن ثورة التشرين، عن القمع الحكومي، وكذلك عن رفض الشعب لحكومة محمد توفيق علاوي مرشحا وحكومة من قبل أحزاب السلطة التي يتهمها العراقيون منذ أول يوم من الاحتلال أنها مجموعة من الفاسدين، من سراق، من القتلة، هكذا يصنفهم العراقيون لهذه الشريحة من ما يسمون بالسياسيين أو من يسمون بالسياسيين. طبعا استشهد متظاهر وأصيب 83 آخرون بحسب مفوضية حقوق الإنسان الحكومية. هذه الأرقام نتيجة القمع الحكومي في ساحة الخلاني وفي ساحة التظاهر في العراق، قمع وحشي كما شاهدتم في المقطع، إطلاق رصاص حي وقنابل مسيلة للدموع محرمة دوليا. وتحدثنا سابقا، كنا قد تحدثنا عن حجم هذه القنابل الغازية التي تستخدمها القوات الحكومية. منظمة العفو الدولية ذكرت أن قياسها وحجمها يستخدم في المعارك ولا يستخدم ل غرض فضل الاحتجاجات في بلدان العالم. إذن السلطة الحاكمة أو السلطة الموجودة في المنطقة الخضراء تقمع العراقيين بكافة الوسائل، حتى وصلت إلى استخدام أسلحة محرمة دوليا، والآن مؤخرا أسلحة الصيد. طبعا لدينا مقطع نود أن نشاهده مع حضراتكم، هو وجود إصابات خطيرة في صفوف المتظاهرين من جراء استمرار القوات الحكومية وميليشياتها استخدام أسلحة الصيد ورصاص الحي وبنادق أيضا ضد المعتصمين في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد. فلنشاهد. هذا الاخ وقع هذا الاخ وقع هذا رمي شنو هذا الاخ وقع شباب صعد روح 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 هواي وقعوا. مشاهدينا، إذن كما شاهدتم إصابات كثيرة جدا وشهيد ارتقى، يعني هذه حصيلة القمع الحكومي الذي حصل مؤخرا في ساحة الخلاني واستمرار السلطات الحكومية في المنطقة الخضراء بهذا الأسلوب الدموي رغم فشله في إثبات أي نجاعة أو حتى أن يحقق الهدف المرجو منه هو القضاء على هذه التظاهرات والثورة بشكل عام. لم تنجح هذه السلطة، لكنها مستمرة باستخدام هذا الأسلوب الدموي. نتساءل عن دائما عن الأسباب التي تدفع هذه الأحزاب إلى التشبث بهذه السلطة بهذه الطريقة في ظل رفض الشارع العراقي، ويوميا يرتفع عدد الرافضين لأحزاب السلطة للعملية السياسية، لكنهم مع هذا مصرون ومستمرون على البقاء. الآن السيد مخلد من بغداد معنا، تفضل يا مخلد.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا مخلد. اليوم عن نعم اليوم فضل. المظاهرات كانت مليونية. نعم. وليس ضد المحتل الأمريكي الذي كان يدعي إليها مقتدى الصدر. من قال أنا مليونية ضد الأمريكان. نعم. احنا مليونيتنا تختلف، احنا مليونيتنا للعراق كليته. نعم. ضد الاحزاب وضد الامريكان وضد كل شيء. نعم. اليوم متعرفنا للقمع بالغاز المسيل للدموع. نعم. الذي محرم دوليا، وهو يعني شلون اقول لك، هذا اللي يخدر الاعصاب. نعم. مال الاعصاب استخدموا يعني مال الاعصاب. نعم. واستخدام الصوتيات واستخدام الرصاص الحي، يعني دي قاتل داعش. اليوم دي قاتل داعش كباره. مخلد، الحكومه تقول احنا نتعامل ويا المتظاهرين باسلوب ابوي او بطريقه ابويه. هل الطريقه الابويه هي انه يسقط اكثر من 1000 شهيد واكثر من 30000 جريح؟ هذا السؤال رحم الله والديك على هذا السؤال. هذا السؤال أتوجه علما إلى سماحة السيد مقتدى الصدر. من يقول أنا جريت إذان المتظاهرين. نعم. زين أنت تجر إذان المتظاهرين، يصير تقتلهم؟ أحكي وياهم قلت ناي لا تسوون هذا الشيء غلط، بس تجي تقتلنا؟ نعم. لا، هذا السين الأفضل. مقتدى الصدر مرفوض بأمر الشعب، بعد ما يتدخل كل شيء، ما يتدخل ولا نسمع له. نعم. أما توفيق علاوي هسه إجى تصريح هسه بيان قبل قليل إنه اعتذر عن التكليف. نعم. يعني إن شاء الله اليوم مظاهراتنا نجحت الحمد لله والشكر. هو المفروض يطلع بيان على أساس إنه يعلن انسحابه من تشكيل الحكومة بحسب وسائل الأنباء. نعم يا مخلد. سيد مخلد من بغداد، أنا أشكرك للمشاركة. محمد من تونس، تفضل. مساء الخير حبيبي. مساء النور، أهلا وسهلا، حياك الله. شلونك أستاذ؟ شلون الأهل؟ الله يسلمك ويبارك بيك، الحمد لله. يبارك بيك حبيبي. والله أنا كنت عايش بالقطر العراقي الشقيق. والله نعم. والله حبيبي أنا قلبي يبتر دم على العراقيين، وخاصة أهل البصرة. أنا عشت في البصرة زين. نعم. والله حبيبي أنا من أول يوم أطلع هذا مقتدى الصدر ويتظاهر للعراقيين كونه هو عراقي، أنا من أول يوم في قناة الفرسدية أنا عرفت واللي هو إيران حيث إيران، هذا مو عراقي والله. نعم. والله حبيبي والله أنا نحب نحب العراق بس ما نحب تونس. والله حبيبي بارك الله بك بابا حبيبي. والله أحمد الشهداء وبلغ تحياتي للأخ الدكتور مثنى حارس الدارج. بارك الله فيك، شكرا جزيلا سيد محمد، كنت معنا من تونس على هذه المشاعر الطيبة. وطبعا دائما نقولها، كل اتصال، كل رسالة، كل تفاعل عربي تجاه القضية العراقية لنصرة العراقيين في ثورتهم هو دافع ومحفز كبير جدا للعراقيين أن يستمروا ويصمدوا أكثر في الشوارع في سبيل استعادة العراق وإعادته إلى حاضنته العربية، إعادته إلى وضعه الصحيح ومكانته الصحيحة. السيد أبو فيصل من بغداد، تفضل يا أبو فيصل. أستاذ محمد الله يساعدك. الله يسلمك، حياك الله، تفضل. حياك الله أستاذ محمد. مقدمة بداية الموضوع كنت تقول دول مشبثين بالسلطة وما يتركون السلطة وإلى آخره. نعم نعم. السبب أنه دول نرجع للتاريخ. نرجع للماضي. نعم. نرجع للجاهلية. في وقت مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم من واجه أبو جهل وأبو سفيان وأبو كل هاي الأمة الجاهلية اللي واجه الرسول، كلهم هم دولة كان إنه يتحتم عليهم دخول الإسلام، ولكن نعم. لماذا؟ لأنه هم دولة ارتكبوا جرائم مصيرهم القتل والهلاك. نعم. هؤلاء نفس هؤلاء
نعم. هذول جوي قتلوا الشعب العراقي ذبحوه باقوا مواله هجروا نعم. قتلوا كل الاساليب القمعيه استخدموها بهذا البلد من حرمان من تعسف من اضطهاد من الى اخره وبالنتيجه صار تحصيل حاصل. نعم. هؤلاء كلهم لا احد ضد احد، هم هؤلاء الطقم السياسي اللي جوي بالدول نعم. امريكا وايران وهاي الدول الجوار لان هذول ما يسلمون العراق الا بدمهم لانه يعرفون نفسهم ومصيرهم المحاكم نعم. واللي ينعدي من عدي واللي ينسجل من سجل لانه اعتادوا بالعرض وفسادا من هؤلاء نعم. فهذول كل رجاء انه رجاء من عندهم ما لا يمكن انه بس احنا نبقى نحول على مظاهراتنا وسلمية على ذكر وانا اقول لك بكل صراحة انه امريكا هي اللي الحل بديها تتصور الحل يجي من عندنا لانه امريكا مثل ما جابت هؤلاء مثل ما تنقض عليهم وبعدين تغير سياستها باتجاه العراق لانه احنا لا حول ولا قوه وحتى انه هم ليش هم من يسيرهم امريكا وايران ايران كانت لامريكا ولكن هسه هذا الخلاف لن يكون وهمي معها وان شاء الله وان شاء الله بقوه هؤلاء الشباب وهاي الثوره اللي امتدت على كل العراق ان شاء الله يحققون كل ما اردوا ان شاء الله شكرا جزيلا سيد ابو اشكرك واشكر خالد البرفرا يا حبيبي بارك الله بك ابو فيصل كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا لك للمشاركه طبعا نشاهد مع حضراتكم مقطع لاستخدام القوات الحكوميه والميليشيات الرصاص الحي وقنابل الغاز الممنوعة دوليا إضافة إلى استخدام أسلحة الصيد في ساحة الخلاني هذا الأمر طبعا أدى إلى استشهاد أحد المتظاهرين فنشاهد ما يقبل العقل يعني شتى أنواع الأسلحة دا يستخدمون بنادق الصيد اللي هي أصلا محرمة دوليا يعني وحتى الرصاص الحي دا يستخدمون والقنابل الدخانية اللي يستهدفون بها استهداف مباشر للمتظاهر الحالات اللي تجينا كلش كثيره حتى ما لحقنا نشتغل يعني ما لحقنا فكنا نرفر ونحاول للمستشفيات فاستخدموا طلق الناري استخدموا الصجم استخدموا ضرب البارحه او البارحه استخدموا طعن بالسكين طاح واحد وهو اعلامي ومسعف طاح واحد جدا يعالجه جو 2 من 300 احزاب 4 طاقات بالكاتم وبظهره يعني جينا شناها الناس ضربوني بط الشارع هذول الشغل كساري وكسريط الشارية ومسيد دموع وطلاق كتلوا 4 عاسن هنا اللي قدام ضرب ماكو لا عدم رحمة ولا هاي 24 ساعة يضربون بينا تقول طيور طلقات أشكال شدي شنو الأنواع عندهم يحرقون بالمحلات يبقون بالمحلات ويذبوها براسنا والله العظيم يبقون بالمحلات ويذبوها براسنا معنا الآن السيد أبو محمد من بغداد أبو محمد تفضل أبو محمد السيد أبو محمد من بغداد تسمعني أبو محمد يبدو أنه أبو محمد غير جاهز معنا طيب نقرأ بعض الرسائل المشاهدين الكرام الواردة من المشاركين على خدمة الواتساب يقول أحد المشاركين تحية لقناتكم سنسترد الوطن رغم كل شيء دماءنا فدوة للوطن يرسل صورة وفيها يد ملطخة بالدماء تحية لك أخي محمد من السيد مبروك من الإمارات يقول الدعوة لتشكيل فصائل من الثوار هو الهدف والغاية في تحقيق أهداف ثورة تشرين الحق والقيم والعدل والمبادئ هذا التشكيل سينتصر سينتصر العراق على الأحزاب والميليشيات التي تقمع الثوار ببنادق الصيد وغيرها الحكومة التي تأتي لن يكون بها خير تقدمه نريد وطنيين هم من يقودون زمام المبادرة لقيادة دفة السفينة لبر الأمان
الثورة ستنتصر وتحقق أهدافها كاملة. تحية لكادر قناة الرافدين، شكرا لك. في رسالة من زهراء من العمارة بعد التحية تقول: أنا ما أعرف ليش العراقيين المسافرين بإيران والصين رجعوا للعراق، يعني لأن العراق كان خالي من فيروس كورونا والحدود مفتوحة حتى يعبرون منها، يريدون ينشرون المرض، شنو هستوهم يلا حبوا العراق. تحياتي لكم، أحلى تحية. طبعا يعني سيدة زهراء، هناك من كان مسافر لفترة مؤقتة ويريد أن يعود. موضوع فيروس كورونا حتى هذه اللحظة لم يفهم بالشكل الصحيح، وفترة حضانة الفيروس فترة طويلة، يعني من بأيامه الأولى لا يكتشف عليه أي شيء، وبالتالي يعني هذا الموضوع أيضا ساهم بانتشاره. لكن الكلام الصحيح هو أن الحكومة أو سلطة المنطقة الخضراء لم تقم باتباع الإجراءات السليمة في قطع الطرق على القادمين من إيران، التحقق جيدا من القادمين، يعني تركت الحدود مفتوحة وتعلم أن إيران أصبحت بلدا موبوءا، نشر الفيروس في كثير من بلدان العالم بغير اكتراث طبعا، والسلطة الإيرانية تتكتم حتى هذه اللحظة عن أعداد حقيقية للمصابين وللوفيات، وطبعا بسبب التعاون ما بين العراق وإيران، وأن سلطة المنطقة الخضراء هي تابعة طبعا ينتشر بالعراق، ويكون دخول المسافرين أو البضائع التجارة هذا الشيء طبيعي عادي. يعني من معنا الآن؟ السيد أبو علي من واسطة، تفضل. شكرا أستاذ محمد، تحية لحضرتك وتحية لجمهورك الكريم وتحية للشعب العراقي، تحية لصوت تشرين المجيدة. راحة المتظاهرين يعني هم لحد الآن واقفين وصامدين بوجه كل اللي يصير بالعراق، صامدين بوجه اتجاه الطبقة السياسية اللي هي فرقة تسمع العراق. نعم. يجاهرون مطالب المتظاهرين، يجاهرون إرادة الشعب. وهم طبعا يحاولون يعني بأي طريقة من الطرق أنهم يعني يكبحون هذه التظاهرات. نعم. يوقفونها لكن الشعب ما يقدر. لكن يجب هناك تحديد مطالب المتظاهرين، لكن والمطالب تكون يعني واضحة ودقيقة، لأن اليوم صراحة بدأت القوى السياسية اللي بالعراق تحكم العراق يعني تسيف يعني توجهات ومطالب المتظاهرين. اليوم المتظاهرين لا يمطون مهلة، المتظاهرين لازم يحددون يعني رئيس وزراء، اليوم يحددون قانون للانتخابات ويردوا القانون الموجود حاليا. نعم. لان صراحه تحاك الان في مجلس ما يسمى مجلس النواب السياسي وليس للعراق. نعم. يعني مؤامره استاذ محمد. اليوم يردون القوى السياسيه بالعراق يردون يمشون الحكومه الموجوده شلون ما كانت تمشي. نعم. حتى انه يلجؤون الى انتخابات جديدة حتى بالقانون المعلق حاليا، هو قانون يعني 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 ينافي كل قوانين الانتخابات، ما في اي نزاع. هم يقولون احنا على الاقل نوصل 120 مقعد، طبعا هم كلهم راح يتحكمون بالسياسة. يعني يا سيد ابو علي، احنا سالنا هذا السؤال قبل ونساله مره ثانيه. اللي عندهم نية بإجراء فعلا انتخابات يتقاتلون ويتصارعون على حكومة مؤقتة وعلى حقائب وزارية بحكومة مؤقتة بهالطريقة اللي دنشوفها؟ ما هم استاذ محمد يردون يأمنون نفسهم لما تجي الانتخابات. يعني هم يردون يعني هم شلون يمرون حملة الإعلامية والانتخابية شلون؟ نعم. لأن هم ما عندهم أنا أساس كلنا نعرفهم ناس مفلسة. أنا ما أريد أقول أسماء أو وظائف حتى ما يقولون رافدين جاي يطيح بالسياسيين، لكن كلنا نعرفهم. هم شلون يمولون حملتهم الانتخابية الجاية؟ نعم. يمولونها في السنة الموجودة اللي يمشونها السنة. وهم راح حتى الانتخابات الجاية راح سواء قانونهم هذا او قانون جديد. نعم. هم راح يتحدون حتى يشكلون قائمه على الفقر تمثل ثلث مجلس النواب، حتى يقدرون يفرضون نفسهم. راح تكون هناك جبهتين، جبهه سياسيه وجبهه وطنيه اللي جبهه الشباب الموجود حاليا. نعم. لذلك التظاهر اللي تجي لازم تحدد، يعني احنا صار لنا شقد من شهر 10 لحد اليوم، احنا صار تقريبا حوالي يعني شو اقول لك بخمس اشهر. نعم. وزياده. حتى احنا المتظاهرين ما حطوا نقطه واحده. وشوفوا شلون سووا يعني سووا اول مره تخوف محمد توفيق على وكلهم واقف
واليوم تعاركوا عليه. اليوم يسمون نفسهم ممثلين للسنه وممثلين لانفسهم، يقول هذه حكومه مو شرعيه ما تمثل كل الكتل. يا انت تمثل كل الكتل، وما مثلتنا احنا ايه؟ ما مثلت احزاب ايه؟ نعم. محمد علاوي على مقتدى الصدر، وانت اسماء عربيه وكرديه سنيه وشيعيه، بس هي تابعه لمن السلطه بها؟ جماعه مقتدى. لذلك ما يتعارفون. نعم. حتى اللي ضد مقتدى من الاحزاب لو متحقق مصالحهم، نعم، كان لقيتهم دا يختلفون ويتعاركون بهالطريقه؟ لو تحققت مصالح الأطراف اللي هسه تتكلم على نزاهة واستقلالية محمد توفيق علاوي، لو ذولا مصالحهم تحققت كان لقيتهم حاليا دا يتصارعون ويرفضون هاي الحكومة؟ لا، كان حكام زمان مشوا الحكومة من أول اجتماع كان مشوها، بس هم يرجون أنا يقول كان يتمطل. نعم. أنا يدعم من نفس الانتخاب. يعني يطلع محمد الحلبوسي رئيس البرلمان يقول محمد توفيق علاوي شخص غير مستقل. طيب محمد الحلبوسي اصلا شلون اجى رئاسة البرلمان غير بالتوافق؟ والحكومه اللي كانت مشكله حكومه عبد المهدي شلون اجتي لولا التوافق بين الاحزاب ونظام المحاصصه؟ يعني كلهم صاروا شرفاء وانبياء، ولانه مصالحهم ما تحققت صاروا هسه يتكلمون بهذا الاسلوب. كل واحد منهم عنده 100,000 قضيه عليه و100,000 تهمه فساد وشبهه فساد، وكلهم يتكلمون بالنزاهه وبالشفافيه، منو الحرامي اذا؟ بس الشعب بقى. بس الشعب. زين انت محمد الحلبوسي وين كنت انت توفيق علاوي من رشحه؟ ليش ما عارضت؟ ليش سكتت؟ نعم. لما جاب لك يعني ناس مستقلين سنه مو من احزابكم يلا رفضتوه. وحتى اللي جابهم يا ابو علي، حتى اللي جابهم عليهم 100,000 ملاحظه، يعني وزير الصحه قاعد يلطم ويا قيس الخزعلي بصور وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وكشفته. يعني حتى لو جاب شخصيات قد ما تكون منتميه الى حزب، لكن عنده علاقات وطيده مع زعماء ميليشيات، مع جهات دوليه، مع اي طرف اخر، ايضا حيمشي مصالح هذا الطرف على حساب العراقيين. مو هو محمد توفيق علاوي ايضا ما حط اسماء وافقوا عليها هيك من فراغ، لازم اكو ان بهذا الشخص اللي حطه. العفو استاذ محمد، هو يعني هذول اللي جابهم شلون جابهم؟ هو رشحها مقتدى الصدر وفرضه على رئيس مجلس رئيس الجمهوريه. نعم. رئيس الجمهوريه من يعني رشحها لحكومه؟ كلهم ما وافقوا، على اساس انهم يقعدون يقول هذول مستقلين، كل من يجيبون من جماعتهم بس هم اسم مستقلين يلبسون عبايه الاحزاب. نعم. يقعدون يتفاوضون وياه. نعم. هو ايش جاب الرجل؟ جاب بس جماعه مقتدى والفتح. نعم. الباقي كلهم الاسم يقول انه سني بس هو ما تابع احزاب الحلفوسي. ويقول انه كرد وما تابع الاحزاب الكرديه. نعم. هذول ما وافق، يعني هذه حكومه مقتدى مو حكومه مثل ما يقول حكومه توافق. بعد هم ليش تعاركوا؟ مو تعاركوا لان هذا فاس. لا استاذ. نعم. أنا أشكرك يا سيد أبو علي من واسط، أكتفي معك بهذا القدر. أبو محمد من بغداد، تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم، شلونك أستاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله، تفضل. نعمة الله على أمريكا وعلى إيران والأحزاب اللي جابتها أمريكا وإيران، نعمة الله عليهم إلى يوم الدين. نعم. وتحية شهداء المظاهرات، شهداء العراق من 2003 ولحد الان. نعم. قدم شهداء العراق بكبير ملايين. صحيح. وخصوصا المظاهرات الشباب هاي الاطفال من 20 وجوه. نعم. ويتفرجون عليهم العمايم، ويتفرجون عليهم الشيوخ العشائر، يتفرجون على الاطفال هاي. نعم. يعني حرام هيك، هاي حرام. حرام. يعني ما يصير هيك، غير يتدخلون انتوا يا شيوخ العشائر، نحن الدين خليه على صف. نعم. شيوخ العشائر. وين الفاله وين المقوار؟ عمي تعالوا مسيرات شيوخ العشائر. نعم. يجون بالفاله والمقوار، الفاله والمقوار تخوف. قبل بريطانيا نزلت من الفاله والمقوار. هذول من يشوفون نعم. الفاله والمقوار هذول يخافون امريكا والبريطانيا وايران. عمي هسه انا يعني الى متى هاي الشباب واقع بيها؟ نعم. ما يصير يا استاذ محمد، شلون يعني هالحل؟ الحل شلونه؟ الصبر والاستمرار يعني ان شاء الله يا ابو محمد. الصبر والاستمرار هو الحل. الصبر والاستمرار ما يخالف، ذولا يعني عريانين، يعني حتى ملابس ما لابسين شباب
ويضربون بالصجم. صحيح. يعني يعني البندقية مال الصجم توقع لها 5-6. ليش؟ هاي مو حرام؟ هاي مو العالم مربيته؟ مو ناس تعبانة عليهم؟ أمهاتهم مو تعبانات عليهم؟ نعم. يعني هاي والله حرام هاي. يعني يعني ماكو ناس موجهين يوجهون يسوون حل للشباب هاي العالم. نعم. وبعدين هذول العميان، هاي الأحزاب مو عميان، اعتبار عميان. يعني انتم وين والشعب وين؟ نعم. الله يخليك. يعني اليوم انا بالتحرير والله اغرى شهداء كردي، وواحد من العظميه، وواحد من يعني كلهم، يعني كلهم سنه وشيعه وكراد ومسيح، كل الدم اختلط بالتحرير. صحيح. اختلطوا يعني الدم اختلط كله، يعني وحده العراق بالتحرير. نعم. وذول الاحزاب متعاركين، قالت الحب شيعه وقالت الكراد وقالت السنه، ذول بيستحون؟ رحمه لوالديك. نعم. نعم. يعني هذول انا شهداء يقدمون روحهم من اجل الوطن، مسيحي وسني وشيعي وكردي، والله العظيم بساعد التحرير، وروحوا يشوفوهم الشهداء معلقين صورهم، وهذول متعاركين على الكراسي. قال الكردي وقال السني وقال الشيعي، هذول هل يستوي الاعمى والبصير؟ هذول يعني انا هذول الشهداء بصيرين يا استاذ محمد. صحيح كلامك يا ابو محمد. انا اريد من العشائر ان يتحركون. نعم. وبالفعل والمقوار يجون مسيره لبغداد ويشوفون شرق، ولا عمي ترى هاي شبابنا راحت، شبابنا دمرت يا 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 عمي، والله والله حرامي حرام حرام. صحيح. ابو محمد انا اشكرك، كنت معنا من بغداد، نتمنى صوتك يكون وصل ورسالتك توصل لشيوخ العشائر وامراء القبائل، وهاي الدعوات المستمره والمتكرره، ولحد هاي اللحظه يعني نسال ونستغرب حقيقه من صمت كثير من العشائر العراقيه عن التدخل ودعم ومؤازره ومسانده الثوار في ساحه التظاهر بمختلف المحافظات العراقيه. يعني حقيقة علامات استفهام كثيرة جدا عن صمت كثير من العشائر، شيوخ العشائر، عن المشاركة بثورة تشرين ودعم المتظاهرين والوقوف مع الشعب أمام هذه الحكومة الزائلة لا محالة، لأنه يعني إرادة الشعب أقوى من أي إرادة أخرى. السيد أبو عمر من بغداد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله قناة الرافدين وحي الله مشاهديها. أهلا وسهلا يا أبو عمر، تفضل. أستاذ محمد، بالنسبة للمظاهرات اللي هنا ببغداد والمحافظات متواصلة الحمد لله والشكر بعد نعم. الثوار والأبطال. نعم. لكن هاي الأحزاب السلطة اللي موجودة العفو. نعم. بالمنطقة الخضراء واللي جاي تحكم تحاول يعني تقلل من زخم المظاهرات، لكن ما يقدرون نهائيا. بالرغم القمع اللي قاعد يصير من الاحزاب السلطه وقوات الشغب اللي قاعدين يضربون من المظاهرين بساعه الخلاني، هاي الامور بدات طبيعيه جدا عند المظاهرين، وهاي ما تضعف قوتهم وقدرتهم على وصول التظاهر. واحزاب السلطه اللي هي اللي متواجده في بغداد والمحافظات، الياس اللي قاعد يصير عندهم استضعافهم لمقابلة هذه الشعب العراقي على قوته وصبره، التظاهر اللي متواصل بها طيلة 6 أشهر اللي صارت. فمهما حاولوا اللي يقمعون هذا الشعب ما يقدرون، يعني هي بدأت استخدام الأحزاب السلطة اللي موجودة أن استضعفت أمام هذه الشعوب القوية الشعب العراقي. وما كان أنه يتوقع الشعب العراقي أدى هاي القوة اللي يتحملها مدة 6 أشهر وقفت بالشفاء قبل صيفه وقبل شتاء، واحنا الان ان شاء الله هم مقبلين على الصيف. نعم. فيحاولون انه قمع المظاهرين مزيد، وهاي الاعداد اليوم الحمد لله والشكر اللي بينت اليوم المظاهره المليونيه اللي هاي شافت هذه الاحزاب. نعم. وشافت هاي جميع القوى السياسيه في المنطقه الخضراء وسدوا الطرق اللي مؤديه الى المنطقه الخضراء بالكتل الكونتياتيه بال يعني دائما مناطق الجسر المعلق وطريق المؤدي من علاوي الى الجسر المعلق، هاي كلها سدوها بسبب الخوف اللي عندهم وقوه الشعب خايفه انه يدخلون الشعب العراقي للمنطقه الخضراء. نعم. احنا بالنسبه للمنطقه الخضراء بالتالي ان شاء الله ثوارنا في الايام المقبله ان شاء الله باراده الشعب العراقي
ان شاء الله يطبون لها وتنقذ ان شاء الله. هذا الشيء بانه فاصبح عندنا اعتيادي انه ما يخوفنا لا حزب واي جهه اللي ترد الشعب العراقي، لانه هو الشعب العراقي طلع من اجل استيراد الوطن مالته ومن اجل خيراته في طول السنين ال 17 سنه اللي نهبوها هاي الحكومه. فاستضعفت هاي جدا جدا الحكومه وبدت بالانهيار ان شاء الله تدريجيا تدريجيا ان شاء الله، وسوف هذه الحكومه والاحزاب السلطه سوف تخرج من هذه الارض المنطقه السوداء، سوف يعودون الى اين كانوا في ايران وباقي الدول اللي كانوا اللي حاويتهم. وان شاء الله راح يردون ويرجع العراق لوطنه واهله وناسه اصحابه بوصول هاي المظاهرات سلميه ان شاء الله، وسوف العراق يسترد ان شاء الله خيراته من هاي احزاب السلطه الفاسده التي تحكم العراق منذ 17 سنه. اشكرك يا ابو عمر، شكرا جزيلا لك للمشاركه. مشاهدينا الكرام نذهب الان الى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. محمد توفيق علاوي من قبل الآلاف من الطلبة ومن العراقيين الغيارة من جميع محافظات العراق في ساحة التحرير وساحات الاحتجاج. اليوم كل بغداد وكل العراقيين رافضين محمد توفيق علاوي باسم الشهداء، باسم عمر، باسم صفاء، باسم مختار، باسم ريمون المسيحي، باسم عمر السني، باسم صفاء الشيعي، باسم كل إنسان ضحى لهذا الوطن. انت مرفوض محمد توفيق علاوي، انت وأحزابك المتلطخة أيديها بدماء العراقيين. اليوم نجدد رفضنا إليك في يوم جلستكم، اذا راح تتمرن راح تشوفون شيء من هذا الشعب. اليوم العراقيين فيهم قلب واحد صاروا من اجل رفضكم، من اجل ارجاع الهيبه للعراق اللي دمرتوها انتم، دمرتوا هيبتنا وقتلتوا ولدنا ودماءنا صارت ابحار من الدماء بسببكم، ومرفوضين باسم الشهداء باسم العراق. شوف اليوم الالاف من الطلبه رافضينكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. معنا الآن السيد أبو حيدر من النجف، تفضل يا أبو حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا أستاذ؟ شلون صحتك؟ حياك الله. أهلا وسهلا. تحية لك وقناتك الموقرة. الله يسلمك. تفضل يا أبو حيدر. أستاذ المستمعين الكرام. شكرا. جاي أتصل عليكم، يطلع عندي الرقم اللي قاعد يجي علي القديم، يقول رقم غير داخل في الخدمة، ما أعرف شنو السبب يعني. يعني هناك ربما بعض الأرقام فيها مشكلة أو شيء، حاول على أرقام أخرى، الحمد لله حضرتك تواصلت ويانا الآن، تفضل. الله يسلمك. يا حبيبي والله هاي القضية دوخت العالم مو بس العراق، يعني ما أعرف هاي الناس شنو عجب ما جاي تتحرك، يعني اللي جاي يصير بالعراق ترى مو شيئين يا أخي. العالم جاي يشوف مصيبة عظمى جاي يمر بها العراق. نعم. فاحنا جاي نسأل يعني شنو هالصمت من شيوخ العشائر، من المعممين، من يعني ناس الكبار، يعني عجب صايرة تتحرك على هذا الموضوع. ليش صمت هذا؟ يعني القتل جاي يصير علني، تطلع مظاهرات، طالب حقك يقتلوك. نعم. تسكت يراهون حقك، هاي صار 17 سنة احنا جاي نعاني. قدمنا طلبنا من الامم المتحده ان تتدخل، ماكو اي تدخل. يعني احنا ايش منتظرين بعد اكثر؟ الى متى سلميه؟ هاي 30,000 جريح واكثر من 1,000 قتيل. الى متى يعني نستمر احنا بهذا الموضوع؟ يعني انا دا اشوف صمت مو طبيعي، يعني من الدول العربيه، من الامم المتحده، من العراق بنفسه. يعني تتوقع يا ابو حيدر من وجهه نظرك كل تبرت من العراق؟ ابو حيدر تتوقع من وجهه نظرك انه خيار السلمية ما نجح بالنسبة للمتظاهرين؟ لا أكو أكيد أكو نجاح، بس ما نتقدم شيء. يعني أنا برأيي السياسيين الفسدة القضية لو ظل بعد سنة هم نفس المنهج، إذا أشوف إن هم بيناتهم مشاكل على البرلمان على الكراسي، وكل ما يريد حفته من كل رئيس وزراء يتقدم يطلبون عليه ويشرطون عليه شروط أنه إذا ما تنفذت إحنا نصير ضدك. مثل هسه محمد توفيق على هو فاسد، انت شلون حطيت شخص فاسد؟ يعني عتبي على مقتدى الصدر، انت تدعي بالاصلاح الوطنيه، انت شخص فاسد اللي صرت علينا غصبا علينا. لا عمي اللي حط فاسد هو فاسد، لان اللي خلاه مقتدى الصدر وهذا والفتح اللي جماعه هذا العاقري. نعم.
نعم زين، انتم شنو انتم جبتوا لكم شخص فاسد تعرفون هذا فاسد يخدمكم بمصالحكم الخاصه؟ ليش هو هذا العامري نزيه مثلا؟ او حكومات اللي شكلها مقتدى الصدر نزيهه؟ هو الى لقاء سري يقول لو يموتون 10 مليون من العراق احنا ما نعطيها للعراق واحد. نعم. زين وانت تشوف طلعوا مقاطع فيديو يقول اخر قطره دم انا قاتل مع ايران، شنو راح تخلوه مسؤول بالحشيش؟ ما راضي حتى يحكم بالعراق، عقولكم وين؟ يعني انا اتعجب هاي الناس اللي تحت قيادته تحت امرته. انتم بالحشد تشوفون شخص فاسد ايراني ولاء الايران. يعني مقتدى صدر انت تدعي بالاصلاح العالم جاي تموت بيحكي. دا يسوي لهم جرة اذن يا ابو حيدر، دا يسوي لهم جرة اذن مقتدى الصدر. سبحان الله، يعني هاي الثورة كشفت ناس حقائق عجيبة غريبة، ناس كنا مخشوشين بها طلعت ناس فسدة حقيقة، يعني ناس فسدة فسدوا واستغلوا اصواتنا لمصالحهم الخاصة بس مو فعدوا، فكروا بعد انه هذا الشعب ما يهمهم، اهم شيء يرضون ايران. مع الاسف يعني انا على مقتدى الصدر اللي كان الشعب له امل به، خيب ظن الشعب، ومع الاسف اقول على هواي ناس كان الشعب ثاق بها وخانوا، بس والله اللي صار به صالح للشعب العراقي. حتى يعرف كل انسان احنا نقول نحط طينته بقصته، كشفت حقيقه هواي ناس هؤلاء ما عندهم اي ولاء للوطن، كلهم تحت قياده ايرانيه، كلهم عملاء وكلهم ذيول. والحمد لله والشكر الثوره ان شاء الله مستمره وابطالنا موجودين. هذا النجاح يا ابو حيدر، هذا النجاح عليهم. هذا النجاح اللي حضرتك بديت الكلام به عن الثوره السلميه، نجاحها من نجاحاتها انه هي اسقطت الاقنعه عن كثير من الوجوه الوهميه او الاقنعه الوهميه اللي كانت تخدع بها الشعب طول السنوات اللي فاتت. بالضبط الحمد لله كشفت حقائق ناس معممه، ناس سياسه، المهم هو الامور كشفت لان هاي صار لك 17 سنه بوب وسلب ونهب واغتيال وانتصار قتل وقمع وسجون وتعذيب، على شنو؟ شخص طالع يطالب بحقه؟ والله جرم، والله جاسوس جرم، بس ان شاء الله احنا منتصرين عليهم ان شاء الله بحيل الله، وهاي ان شاء الله الثوره دائمه وان شاء الله تحقق انجازاتها. شكرا يا ابو حيدر، انا اشكرك، كنت معنا من النجف. طبعا مشاهدينا الكرام، تحدثنا دائما وسابقا وكثيرا عن التفاعل بالنسبه للمغتربين العراقيين في دول العالم. تفاعل كبير ويعطي مؤازرة ودعم كبير جدا للمتظاهرين في الداخل لثوار العراق لثورة تشرين بشكل عام، ويوصل صوت العراقيين لمن لا يريد أن يسمع هذا الصوت، لمن يحاول أن يتجنب الحقيقة لكن تصل بشكل أو بآخر. مجموعة من الناشطين العراقيين الكنديين في مقر الأمم المتحدة عقدوا في نيويورك مؤتمرا صحفيا بشأن ثورة تشرين والانتهاكات الحكومية والميليشياوية المستمرة ضد المتظاهرين. أكد الناشطون العراقيون الكنديون، أكدوا اعتداء الميليشيات بالأسلحة المختلفة على التظاهرات السلمية. هذا الموضوع أدى إلى استشهاد أكثر من 700 متظاهر وإصابة أكثر من 30,000 آخرين. فلنشاهد. السنين الماضية كانت هناك موجات من المظاهرات والاحتجاجات والتذمر تزداد يوما بعد يوم، وفي المقابل لم تكترث الطبقة السياسية الحاكمة في هذه الاحتجاجات ولم تعمل على حد هذه المشاكل، بل بالعكس أصبحت أحزاب السلطة ترعى مصالحها فقط على حساب قوت الشعب ومستقبل أبنائه. جبهت هذه الاحتجاجات منذ بداية اندلاعها باستخدام العنف المفرط من قبل الجهات المسلحة والميليشيات التي هي جزء من السلطة الحاكمة، وأدى هذا العنف إلى حد الآن إلى سقوط أكثر من 700 شهيد وجرح حوالي 30,000 من المتظاهرين السلميين، إضافة إلى العشرات من حالات الاغتيال ومن المخطوفين والمغيبين الذين لم يطلق سراحهم لحد الآن رغم المناشدات الشعبية والدولية المتكررة. ولم تقم الجهات الحكومية لحد الآن بتوفير الحماية للمتظاهرين أو إيقاف العنف ضدهم، ولم تجري أي تحقيقات لمعرفة الجهات التي تستخدم العنف، ولم تقدم أو تفعل أي شيء بتقديم القتلة أو قتلة المتظاهرين إلى المحاكم رغم كل دعوات الشجب والاستنكار.
الوضع الأمني يؤكد أن هناك مجزرة تحصل في العراق بحق المدنيين السلميين عبر القتل المباشر في ساحات التظاهر أو عمليات اغتيالات صامتة خارج تلك الساحات. ولولا تلك المعطيات لم نأتي هنا بيأس من أجل الحصول على المساعدة لتحسين الأوضاع. الحكومة تتشكل الآن ولم نرى أي مما يطالب به العراقيون. الحكومة الجديدة تمثل إرادة الميليشيات. محمد علاوي رشح من قبل مقتدى الصدر وهادي العامري، وكلاهما قادة ميليشيات، وإذا هتف المتظاهرون ضد ذلك تطعنهم الميليشيات في نومهم أو تقطع رؤوسهم. مشاهدينا، معنا الآن السيد وعد الله من نينوى. تفضل يا وعد الله. حياك الله. أهلا وسهلا. الله يسلمك، حياك الله، تفضل. يرحم والديك. يعني احنا نتفرج على قناتكم 24 ساعة نتابعها. نعم. زين. نعم. أستاذ محمد، يعني هذه قناتكم 24 ساعة أنا قدامنا متابعيها. نعم. ما نشوف الضحايا والقتلى وهالدنيا. احنا بالموصل. زين. يعني الشيوخ بالموصل ولا بالديالة ولا بالرماد ولا بالثلوجة تجتمع مع الشيوخ الجنوب وتقوم مظاهرات كاملة. حتى يتون هذا التهيرة معه. صحيح صحيح. يعني احنا قاعدين احنا مش على قلبنا، احنا قاعدين بالمصر مش على قلبنا عليهم. نعم. بس تريد شوف المنصر احنا بتعرف انا مظاهرين احنا مظاهرين بس ما نقدر نتحرك الا شوف تحرك معنا ولا تحرك عنا. نعم. والله خلاص قلنا نقول ما نضحك على التلفزيون نضحك على الشباب هاي تقتل وعد تشتغل وعد. اي نعم. وعد الله، سيد وعد الله، انا اشكرك ونتمنى اللي اذا تتفضل به يتحقق وتكون هناك هبه عشائريه كبيره طبعا تدعم الثوار. نقرا بعض الرسائل مشاهدينا الكرام فيما تبقى من وقت. يقول احد المشاركين السيده ندى من الدنمارك تقول: أستاذ محمد، قتل الشباب مستمر لا يزال، والسلطة مشغولة بالخلافات على المناصب وسرقة أموال الشعب العراقي. اليوم دخلت المظاهرات شهرها السادس وصمود الثوار لا يزال رغم أنوف الأحزاب والميليشيات الفاسدة. العزة والمجد للشهداء الأبرار. أخذكم ندى من الدنمارك، شكرا لك. في رسالة تقول: السلام عليكم، تحية خاصة على الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، محاسبة كل فاسدي السلطة وعلى رأسهم مقتدى الصدر اللي قال مقتدى لا يقتدى بك يتقدم إلى المحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية. طيب، أبو أوس من تركيا يقول: عدد موظفي وكالة الفضاء الأمريكية ناسا 17 ألف موظف من كل الجنسيات يعملون بتطوير علوم الفضاء والتكنولوجيا والاتصالات، بينما عدد موظفي الوقف السني 19 ألف والوقف الشيعي 10 آلاف، لا أعلم ما هي فائدتهم. في رسالة تقول السيدة فاتن من ألمانيا: السلام عليكم، قناة الرافدين، قناة الشعب العراقي، إذا مقتدى الصدر يقول هاي جرة إذن، هاليوم كلهم جماعة مقتدى الصدر هم يضربون المتظاهرين، ليش محمد توفيق علاوي؟ ما فهمت هاي الجمل البقية. طيب شكرا لك سيدة فاتن. أم هيثم من عمان تقول: النواب والحكومة تتعارك على الوزارات، من يأخذ وزارة دسمة وتاركين الشعب مع ميليشياتهم للغدر والقتل. نشكر قناتكم الوطنية، شكرا لك سيدة أم هيثم. السلام عليكم، أنا أم علي من ذي قار، شلونك أستاذ محمد؟ صار 17 سنة من الحكم لم نرى منهم إلا الطائفية والتهجير والقتل والتنازلات الأخرى على حساب الشعب. 17 سنة من الحكم لم يرى الشعب العراقي فيها النور، 17 سنة من الدم، ألم يحن وقت انتصار الدم دم الشعب والشعب يريد إسقاط النظام؟ أم حسنين تقول: السلام عليكم أستاذ محمد، تحياتي لك والقناة الشريفة، إن شاء الله نصر العراق والله يخلصنا من الأحزاب. شكرا لك سيد أم حسنين. أبو حيدر من النجف يقول: صار 5 أشهر ماكو معمم شريف عند غيرة على العراق يحكي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر،
يحرم قتل المتظاهرين، يمنع إسالة هاي الدماء لو ثبتوا، لو ثبتوا كلكم مو شرفاء وما عندكم غيرة عراقية ولاكم إيراني، اعلموا أن كل الأحزاب في العراق وقياداتها والمعممين والسياسيين تبعية لإيران. أبو حاتم من الموصل رسالة طويلة أعتذر عن قراءتها. ومصطفى من بغداد تقول السلام عليكم، بارك الله فيكم على قناتكم الرائعة للنشر الحقيقة، إن شاء الله تنتصر الثورة على الأحزاب. في رسالة تقول أيضا رسالة طويلة أعتذر عن قراءتها، بنت العراق رسالة طويلة أعتذر عن قراءتها. السلام عليكم، احنا معدلين حملة طيب، ايضا رسالة طويلة، وهذه ايضا. طبعا اعتذر جدا مشاهدينا الكرام عن عدم مقدرة على قراءة الرسائل الطويلة لانه الوقت انتهى. اخر قناة، انتم قناة ترفض الطائفية، طيب فكيف تسمحوا لمتصل ان ينتقص من الصحابي ابو سفيان؟ طيب يعني يعني هي ليست شؤوني، شؤون الدين وكذا، يعني ليس برنامج ديني، لكن هذا الموضوع ابو سفيان لم يكن صحابيا، اسلم نعم لكنه لم يكن صحابيا عموما، يعني اسلم دخل الاسلام بعد ان اذى الرسول عليه الصلاة والسلام. عموما هذا ليس شأننا. اشكر شكرا جزيلا كل من شارك وكل من تواصل معنا على الواتساب وعلى الاتصال، واشكركم ايضا لطيب المتابعة. نلقاكم ان شاء الله في حلقة قادمة، الى اللقاء.